اليوم أول تجربة حقيقية حق المطاعم. يلا بينا. اليوم مثل ما قريت بالعنوان عندنا ماجيك، أول مطعم أكله بعد المرحلة اللي احنا وصلنا لها. يعني اليوم يعتبر تاريخي لي قبل لا يكون تاريخي حق القناة، إن رجعنا مرة ثانية. فإن شاء الله إن شاء الله تكون فاتحة خير. وحاب أذكر يا جماعة، لا تطلبون إلا من مطاعم أنتوا واثقين منهم أو تعرفون تجهيزاتهم الغذائية أو على الأقل عندكم سابق خبرة وياهم. تأكد من سلامة المطعم قبل لا تطلب. وإحنا اخترنا مطعمين اليوم حق سندويشة الماجيك مثل ما قريت بالعنوان، مطعمين مشهورين فيها. سلطان 36 أو 36 سلطان، وأكيد مطعم فروج. يعني من أول ما بطلنا القناة يا جماعة الكل يطلب هالسندويشة، لازم تسوونها. وفعلا سويناها، لكن مو من أول ما فتحنا القناة، بالفترة اللي طافت يعني كانت الخطة، لكن الحمد لله قدرنا نسويه الحين. حلوين، خل أوريكم التغليف قبل لا ندش على تفاصيل الحلقة كلها، لأن لازم أبطل الكيس أغسل إيدي وبعدين أبلش بالأكل والشرح. حلوين، هذا تغليف فروج، شايفين يا جماعة حاطين تشيس داخل تشيس، حلو. وهني عندنا سلطان مغلف لنا ياها ودابسه، بس طالب سندويشة مو طالب شيء وايد كبير يعني، بس سندويشتين منهم الاثنين. مثل ما انتم شايفين قدامنا صمونة كاتشب، هني كلينكس وحبة كاتشب والصمونة. راح نتكلم عن التوصيل ودرجات التوصيل بنهاية الحلقة، مثل ما اتفقنا الحلقة اللي طافت الدرجات كلها بنهاية الحلقة مو الحين. بس يا جماعة سلطان 36 أو 36 سلطان وصل لنا خلال 25 دقيقة، فروج تأخر 40 دقيقة، مع أن اثنيناتهم نفس المسافة تقريبا منه، لكن تأخر فروج. الدرجات آخر الحلقة. نتكلم عن الخدمة الحين. 36 سلطان جاب لنا حبتين كاتشب، حبة كاتشب من فروج، كلينكس هني مو جايب لنا كلينكس. شايفين طريقة التغليف، هني بعد بنوريكم طريقة التغليف الثانية، داخل في تغليف داخل تغليف، يعني احتياط واجب اكثر. هذه عادة فروج يعني الباكج يكون كذي. نتكلم عن السعر، دينار و600 من سلطان 36 و36 سلطان، كل مره بقولها كذي. وفروج دينار و650 حق العادية مو الفلفل، يعني السبايسي ارخص من العادية. ففروج ما ادري ليش مسوين كذي صراحة، ما ادري. اليوم وضع استثنائي، اول مره احط سندويشات قدامي كذي ويعني متشفق اني اكل منهم. هالمطاعم اللي اخترتهم يا جماعة ما أزكيهم على أي مطعم ثاني، بس لأن أنا تعاملت وياهم من قبل وشايف نظامهم وشون تغليفهم وشون دنيتهم. أنا بالنسبة لي مطمن، ما أقول حق أي أحد أن هذا المطاعم أحسن مطاعم، والعلم عند الله. يمكن يكون مستواهم قبل الأزمة شيء والحين شيء، العلم عند الله. أنا قاعد أقول لكم من تجربتي السابقة. وأكيد اللي عندهم ماجيك بالفترة اللي إحنا فيها يعني هم موضوع ثاني، يعني عادي وايد مطاعم عندهم ماجيك لكن ما يقدرون يوصلون إلى من المشاكل اللي قاعد نشوفها حاليا ويا المطاعم والوضع اللي إحنا فيه. نبطل الماجيك ونشوف الشكل مالت 36 سلطان. يا سلام سلم، يا سلام سلم. هي قالت لي بطلها خالصة، بس تقول شوفني عايني. طبعا غسلوا ايدكم قبل لا تاكلون، هذا قبل الازمة والحين. فروج ايش فيهم صمونات مالهم خلق، ما ادري. مطعمين مجربهم يا جماعة، مطعمين من قبل مجربهم، قاعد اشم ريحتهم، الريحة مو قاعد تخليني اركز بالحلقة صراحة. من زمان مشتاق يا جماعة. خلكم الماستر اللي لابسه ما راح استخدمه بالسندويشة. نهايتنا نحط كاتشب ما نحط اكثر. حلو؟ من الماجيك يعني عشان لا نخرب ونسوي حوسه. وضع بالنسبه لي غريب يا جماعه، الحين مغسل ايدي مرتين، للحين اثار الماي على ايدي. طبعا هلا بغسل اليد، ها 20 ثانيه فرك اظافركم وكذي مع الصابون عشان تنظف الدنيا. بعد ما تدروا سبحان الله احد شايل مار، لا انتم ماخذين احتياطاتكم. الخبزه مو راضيه تشيل اللي داخلها من كثر ما مغرقها سلطان. ملاحظه، سلطان ما اخذ علينا رسوم توصيل يا جماعه، دفعنا سعر السندويشه بس. فروج خذ ربع دينار بحكم انه بنفس المنطقه. الامانه دهن لعق باكر، فروج احسن وافضل، بس الامانه مبين الكميه هني اكثر بسلطان. مثل ما قلنا الخدمه بنهايه الحلقه، لسرعه الحلقه وعشان اكشن اكثر. نبلش بالطعم يا جماعه، تخيلوا للحين ما ذكرت ولا درجه وانا بالاستديو وببلش بالطعم. بسم الله بسم الله، ما تمسك.
حاليا انا بجرعه سعاده مو طبيعيه يا جماعه، خلوني شي شوي عايش. خذيت لي جرعه دهن مطاعم مره ثانيه. الحلقه المو اللي طافت اللي قبلها كانت تجربه عصير تايم وعاد الاسطوره، بس للأمان ما كان فيهم دهن. هني الدهن، عيش مع الدهن. خلينا نتكلم عن التجربه اليوم، تجربه سندوتشين ماجيك. اخيرا كلينا مطاعم مره ثانيه نفس المحتوى تقريبا، بس ككواليتي صوص وخس هني وايد اعلى، وهني طعم الجبن واضح، هني اقل، هني نفس الوقت طعم الملح وايد طاغي، هني في طعم ملح بس مو كمية اللي هني. يعني هني ما اقول لكم واصل مرحلة البحر، قلناها اكثر من مرة قبل ان في سندويتشات او اكلات توصل لنا مالحة بزيادة وتوصل مرحلة البحر، هني لا، مو لهالدرجة، مو لهالدرجة. المكونات احس احساس شي فروج وايد كواليتي اعلى، الجبن احلى، طعم الصوص نفسه اللي حاطينه ويا الماجيك، صوص سبيشل يعني مع الماجيك، هني اقل بشيء بسيط، يعني الامان مو فرق وايد كبير، بس هني ككميه اقوى من فروج وايد، واضح وضوح الشمس يعني. فهذا الوصف حق كل اللي شفتوه، بعد شوي الدرجات، بس قبلها شوي بعيش ويا الفروج والسلطان، ها؟ بعيش، عندي سالفه وياهم، مشتاق لهم، تعرفون اذا واحد عزيز من زمان ما شفتوه، ودكم تشوفونه وتلمونه وتسلمون عليه، صح؟ فهذا اللي بيصير، دام انه حار يعني. هني من ناحية الخبز أنا أفضل أكثر، في دهن شوي يعطيك شعور ماجيك، هني شوي أقل شوي، يعني هني اللي ما يبي يسوي دايت، هني اللي يبي يسوي دايت كيفكم عاد، ما في دايت الماجيك، هذا حلها كذي تاكلون الجزء هذا. وتدخلون كذي. راح نتكلم عن الدرجات بشكل عام وما راح ندش بالتفاصيل، لأن غالبا تكلمنا عن اغلب الاشياء، فراح نعطيكم رؤوس اقلام في حال احتاجنا توضيح. طبعا مع ضيفنا الجديد الايباد الجميل اللذيذ. سلطان وصلنا ب 25 دقيقه اعطيناه 22، فروج وصلنا ب 40 دقيقه اعطيناه 15، حلوين؟ هذه درجات توصيل الخدمه. سلطان 21 اعطيناه من 25، فروج 22، طبعا شايفين الكميه والحجم، وبنفس الوقت التغليف حق فروج كان انسب، وهناك السعر عند سلطان فوضحناها قبل شوي. عندكم الطعم، سلطان 30، فروج 45. أمانة حبيت مات فروج أكثر، لكن ككمية هني أكبر وبايد، وهذا ناقشناه بالخدمة أكيد. التوتل 73 حق سلطان، 36 سلطان، اسمه 36 مو درجته 36، درجته 73، وفروج 82/100 بالتوتل هذا. طبعا 50 الطعم، 25 الخدمة، 25 التوصيل، حلوين؟ وكالعادة ما نبلع عليكم أي شيء، هذا رأينا وهذا تقييمنا الشخصي، بالنهاية شو نقول؟ فما الله، السلام عليكم. تذكير حق الإخوان، يمكن يصير عندكم لبس، أنا ما أرشح أي مطعم ولا أقول لكم أكلوا من هالمطعم، أنتوا لكم الحرية تطلبون من أي مطعم وأنتوا المسؤولين 100%، إحنا بالنهاية نعطيكم رأينا، لكم الحق تطلبون ولكم الحق ما تطلبون، أتمنى تكون واضحة. هذا هو غسيل اليد، وإذا بطلتوا يستحسن أنكم تسخنون بالميكروويف، هذا حسب الناس الخبراء اللي تكلموا عن هالموضوع. والسلام عليكم.